ضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بصورة مومياء لطفل مجهول ادعى ناشروها أنه عثر عليها في ليبيا، ويعود عمرها لآلاف السنين ومحنطة بدقة عالية. فطبقا للمنشور الذي تداوله المستخدمون عبر فيسبوك أنه تم تحنيط هذا الطفل ببراعة وأن ليبيا قد سبقت الحضارة الفرعونية في علم التحنيط بأكثر من 2000 عام. هذه الصورة حظيت بتفاعل كبير عبر منصات التواصل المختلفة، ولكن بالبحث والتقصي وراءها تبين الآتي، ووجدنا أن هذه المومياء ليست لطفل ليبي كما روج البعض لها، لكنها تخص طفلا بيروفيا عمره بين 8 و10 أشهر، وتعود إلى أكثر من 4000 عام قبل الميلاد، أي قبل نحو 3000 عام من ولادة الملك توت عنخ آمون، وهو ما يعني عدم وجود أسبقية لها على الحضارة الفرعونية. وبالبحث أيضا وجدنا أن هذه المومياء تحمل اسم ديتموند تشايلد، وهي من بين الأقدم في العالم، وتواجدت في عام 2010 في مركز العلوم في كاليفورنيا في إطار معرض مومياوات العالم قبل أن تعود إلى متحف ديتموند في ألمانيا. فلنتابع هذا المقطع وبالتأكيد نعود إليكم. وأنت عزيزي المشاهد شاركنا بأكثر الأشياء الغريبة التي تداولها المستخدمون خلال الفترة الماضية.